ادخلوها بسلام امنين، امنين في كل لحظه من غير خوف ومن غير قلق. دي كانت رسائل مدينه ابو سمبل اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، وبيتوافد عليها السودانيين من معبرين، معبر قسطل ومعبر ارقيم. الدعوه دي من الاسوانيين بيدل على ان هم السودانيين مرحب بيهم تحت اي ظرف وفي اي مكان وفي اي وقت. كمان خطيب الجمعة النهاردة في مسجد بدر في مدينة أبو سمبل حث المصريين وكل الأسوانيين إن هم ما يستغلوش إخواتنا السودانيين، وإن هو ده ضد تعليم الإسلام. لا يعني طبيعي، ما فيش استغلال، ما فيش، لأن هم جاء في أزمة يعني، مش ربنا يسر لهم الحال إن شاء الله. مصر والسودان أرض حتة واحدة، وهم جايين في بلدهم مش برا أرض غريبة، وبيوتنا بيوتهم، وإن شاء الله لازم هم فيها تتحل وتبقى زي الفل إن شاء الله. والله هم جنبينا في المعبر هنا، بعده بيجوا يتفرجوا عندنا في المعبد، بيجوا يشتروا منينا، يضحكوا كده، ياخدوا اي حاجه منينا يشتروا، ما بقى كلمه طيبه وخلاص، ما فيش اي حاجه يعني. اخواتنا اصلا مش غريب علينا، حتى الفن واحد، ما فن السوداني والفن المصري او اسواني واحد، فاحنا مرتبطين ببعض من سنين يعني، مع بعض واللون واحد، ما فيش اي مشاكل يعني. فدي بلدهم ودي ارضهم وناسهم، واحنا ناس، واحنا نسيج واحد يعني، ودي ازمه هتعدي باذن الله.